يسائل هلا حتى الخمائل. أين رسول الله؟ أكواننا أكواننا تبكي على خير الملا. أين ما شاء الله أكواننا تبكي على خير الملا. أين رسول الله؟ فالخطب هائل كل فالخطب فالخطب هائل ما واحد نجو حتى محمد اليوم. يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء، فاطم تبكيك سرا، كيف لا تبكي السماء؟ سيدي هل مت حقا يا ختام الرحيم؟ أعظم الله أجورنا وأجوركم أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية بذكرى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الذكرى التي تصادف بعد زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بسبعة أيام، وكما تشاهدون معي جموع الزائرين تتجه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. كونه هو المعزى بهذه الذكرى، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هو أخا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو المعزى بهذه الذكرى. لذلك هذه الجموع المليونية، نقول مليونية لأنها فعلا تصل في معظم الزيارات وفي كل السنوات إلى الأعداد المليونية. الزيارة التي سبقت هذه الزيارة وهي زيارة أربعينية الإمام الحسين، كما شاهدتم وكما سمعتم وكما تحدثت وسائل الإعلام وقناة كربلاء الفضائية والمواقع الرسمية عن أعداد الزائرين التي وصلت إلى كربلاء، 21 مليون زائر و 448 ألف زائر، يعني تخطى العدد 21 مليون. هذه الزيارة تكون عكسية، قسم من الزائرين الذين وصلوا إلى كربلاء وبالخصوص الزائرين الأجانب من دول الجوار، من الدول الإقليمية، من دول العالم الأخرى ومن المحافظات البعيدة، الذين استوطنوا في كربلاء لفترة معينة حتى يؤدوا الزيارة إلى أمير المؤمنين، فتكون الزيارة عكسية. الآن نحن في طريق المناذرة أو المسمى طريق أبو صخير باتجاه مدينة النجف الأشرف، وهناك طريق آخر اللي هو طريق كربلاء، كربلاء نجف، الذي يغص بالزائرين أيضا. الجموع التي كانت في كربلاء تعود إلى أمير المؤمنين. هذه الذكرى حقيقة لها خصوصية. أولا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله
هو النبي محمد خاتم الأنبياء وهو سيد الخلق. هذه الذكرى لها خصوصية لمكانة النبي في الإسلام، مكانة عظيمة لكل المسلمين. إذا كانت تقتصر زيارة الأربعين أو كما يروج لها في وسائل الإعلام أنه زيارة تخص الشيعة، بل على العكس، من خلال وسائل التواصل، من خلال قناة كربلاء، من خلال الفضائيات الأخرى، شاهدنا وشاهدتم أن زيارة الأربعين لم تقتصر على شيعة الحسين عليه السلام، بل كان هناك من مختلف الأديان. شاهدنا من المسيحيين الأخوة المسيحيين، شاهدنا من الأخوة الصابئة، شاهدنا من جميع الطوائف الدينية، وشاهدنا أيضا من المذاهب الإسلامية، من السنة ومن الشيعة. إذن من يتصور أن زيارة الإمام الحسين هي مقتصرة على الشيعة، لا، فهو واهم. لكن زيارة النبي محمد صلى الله عليه وآله هي زيارة عامة، زيارة لكل المسلمين، لكل مسلمي العالم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله يمثل العالم الإسلامي، بل هو يمثل العالم الإنساني. الآن تشاهدون الأعداد تزداد، لربما باقي يومين عن هذه الزيارة. منذ هذا اليوم بدأت الحشود تكون بشكل كثيف. هذا الطريق الذي يربط مدينة المناذرة بمدينة النجف الأشرف هو طريق أيضا يمر من خلاله الزائرين من محافظات الجنوب، من الناصرية، من السماوة، من محافظة القادسية الديوانية، بالإضافة إلى النواحي والأقضية اللي مرتبطة بهذه المحافظات. فهذا الشارع حقيقة يكون مكتظ دائما بالزائرين، وتعودت قناة كربلاء الفضائية أن تغطي هذه الزيارة. أتحدث عن مكانة النبي صلى الله عليه وآله. النبي محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، كما جاء في النص القرآني: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهنا المعنى واضح والتفسير واضح، أكثر شمولية وأكثر سعة، حيث أنه يشير الله تبارك وتعالى أن النبي محمد ليس للإسلام، ليس للعرب فقط، وإنما لكل العالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العالم. وجسد ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه الحسين، أيضا اتخذ قدوة لكل أحرار العالم. أمير المؤمنين في كتابه لمالك الأشتر حين ولاه مصر، والعبارة المشهورة: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، عندما كان يوصي مالك الأشتر كيف يحكم في الناس، أنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه تعاليم الإسلام، هذه وصايا الإسلام، هذا هو الدين الإسلامي الحقيقي. جاء بهذه المبادئ، مبادئ السمحة، مبادئ الإنسانية، مبادئ إعطاء الحقوق لأصحابها والدفاع عن المظلوم. لا الإسلام الذي شوهه بعض المتطرفين، بعض التكفيريين الذين نقلوا صورة غير حقيقية وصورة غير واقعية عن الإسلام. إسلام محمد هو إسلام الأخلاق، هو إسلام الحرية، هو إسلام المبادئ، هو إسلام حفظ كرامة الإنسان. أحبتنا المشاهدين، سنبقى متواصلين وإياكم في هذه الزيارة، وسنأخذ إن شاء الله بعض الزائرين لكي نتحدث معهم عن مشاعرهم في هذه الزيارة. ولكن قبل أن أخذ بعض الزائرين، بودي أن أبقى معكم، وهذه اللقطات التي سيختارها الأخ المخرج حتى يتهيأ عدد من الزائرين لكي أتكلم معهم وأحاورهم وأعرف ماهية مشاعرهم وماذا يشعرون وماذا يريدون من هذه الزيارة، ما المقصود من هذه الزيارة. من السماء هكذا حان الرحيل في مساء من عويل، قبرك العرش السماوي كيف لا تبكي السماء. يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء، فاطم تبكيك ساء
يا سراج الله تمضي فده الأرض ظلام والعمى عاد ولن يحفظ لأهلك الذمام بيت آل البيت في أنحائه نحل حمام وإلى قبرك من فاطمة قد سار الكلام ماشيا فوق الهجي بخطى الظل الكسير وله القبر تفطر كيف لا تبكي السماء يا ختام الأنبياء مات محراب الضياء فار من قبري حبيب الله دمع المرسلين حياكم الله ومرحبا بكم مرة أخرى أحبتنا المشاهدين نجدد لكم العزاء بذكرى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم 27 من شهر صفر هذه المناسبة التي تحدثنا عنها مناسبة عظيمة ولها أهمية كبيرة معي أحد خدمة الإمام الحسين فدائما نطلق خدمة الإمام الحسين هذه الصفة على خدمة الإمام الحسين لأن رسول الله صلى الله عليه أوصانا بأن نحب الحسين أوصانا بخدمة الإمام الحسين فعندما نخدم الإمام الحسين نخدم رسول الله صلى الله عليه وآله معي أحد خدمة الإمام الحسين عليه السلام أسأله سلام عليكم حاج حياك الله وعليكم السلام أولا أفلح من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ماذا تعني لكم هذه الخدمة؟ الخدمة احنا نصيح ما عدنا وسيلة إلا حسين وسيلتنا وثانيا احنا بتأسس موكب القاسم بن الحسن بالألفين وخمسة وخدامة عشيرة بن خيقان واحنا خدام للزوار وبسطنا من يوم 5 صفار الى هذا اليوم ولما تقضي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعبتوا حجي؟ ما نتعب وما نتعب بحول الله وقوة الله ونتنوع على الزوار هاي الرحمة وقائمين بخدمتها بالأكل والفواكه والأهلا وسهلا والخدمة وهذه الخدمة ما نحصلها والأيام قصيرة ونريد إن شاء الله بلدنا وادمنا والبلدان العالم الأيام ترى قصيرة نريد نخدم الإمام الحسين عليه السلام ومحمد عليه السلام وهو عمود الدين وإحنا بخدمة الزوار وما تطول الزيارات إحنا مبسطين بيها حجينا هذا الصرف والمال والبذخ نسميه بذخ ليش لأن في سبيل الحسين ما نندم سبيل الحسين هاي الأموال منين تجي الناس دائما من تسألها يا دوب مدبر قوت يوم وبعض الناس لكن نجدهم في خدمة الحسين زيارة الأربعين وفي زيارة النبي صلى الله عليه وآله نجد الناس حقيقة تبذل وعطاء كبير ومستمر منين هاي الفلوس حجي من أمالنا وحلالنا واحنا خدام للحسين وللزوار بدون ندم بدون ما بدون كل معاملات اللي من حلالنا هذا اي ولا نطلب من كل واحد ونظل للدوم والبركة تتضاعف والبركة تزود القاط 70 ما شاء الله وخير من الله وبخدمة الزوار وخدمة علي بن أبي طالب والحسين عليه السلام ونشكر الله ونحمده ونشكركم أنتم لأنكم أنتم تعبتوا وتخدمون إن شاء الله الحسين وإن شاء الله طولة العمر لكم وشفيكم شربنا آدم ونظل احنا خدام للحسين إلى الأبد شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقكم الله
إذن أحبتي المشاهدين ومشاهدي قناة كربلاء الفضائية، عندما نتحدث عن هذه الزيارة ولماذا الزيارة تتجه إلى أمير المؤمنين، أعطينا الأسباب، لأن أمير المؤمنين هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، هو أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي أوصى النبي محمد صلى الله عليه باتباعه، هذا أنا أتكلم بنص قرآني، النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع عندما رجع من مكة واجتمع في غدير خم، وهذا الحديث متواتر، كل المسلمين يعلمون ويعرفون هذا الحديث، الحديث المتواتر بأسانيد صحيحة، والكل يعترف بصحة هذا الحديث والتبليغ الذي نزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا البلاغ للنبي أنه أمير المؤمنين، هو خليفة الرسول صلى الله عليه وآله. علي بن أبي طالب أيضا عليه السلام، التاريخ يذكر والروايات تذكر، وأيضا موثوقة هذه الروايات بروايات ثقات، وكل التاريخ يتحدث أنه هو الذي تكفل برسول الله صلى الله عليه وآله. النبي عندما رحل من هذه الدنيا رحل وهو في حجر علي عليه السلام، وكان آخر كلام تفوه به النبي هو أوصى به إلى علي أمير المؤمنين عليه السلام في تلك اللحظة. تكفل أمير المؤمنين بتغسيل النبي صلى الله عليه وآله، وتكفين النبي، وتكفل بدفن النبي، وتكفل بكل شيء، حتى بوصية لرسول الله أنه علي بن أبي طالب يقضي عن النبي، يقضي عنه دينه، عرفت؟ والإنسان عندما يوصي بقضاء الدين يوصي بأقرب الناس إليه وبأحب الناس إليه. وأيضا الشواهد كثيرة على منزلة أمير المؤمنين عند رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما هاجر النبي إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى المهاجر مع المسلم من الأنصار في المدينة، بقي علي عليه السلام، لم يؤاخي بينه وبين أحد من أهل المدينة، فانتابه بعض الشعور يعني بالحزن لربما عند أمير المؤمنين أنه لم يؤاخي بين علي عليه السلام وبين أحد من مسلمين المدينة، فسأله يا رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله آخيت بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار أو بين الأنصار والمهاجرين وأنا تركتني لم تؤاخي بيني وبين أي أحد من المسلمين، فقال له يا علي ألا ترضى أن تكون أخلي؟ الله، هذا الكلام، ما أجمل هذا الكلام، عندما يؤاخي النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين أمير المؤمنين. وفي آية المباهلة تعالوا ندعو أنفسنا وأنفسكم، اتخذه هو نفس رسول الله. فإذن منزلة علي بن أبي طالب عند النبي منزلة كبيرة، منزلة كبيرة جدا. زوجه ابنته الزهراء سلام الله عليها من الخمسة أصحاب الكساء، من أهل البيت الذين نزلت فيهم آية التطهير. منزلة أمير المؤمنين منزلة كبيرة عند النبي. أيضا هناك حديث أنك مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي، يعني وزير رسول الله، هو فعلا وزيره، وهو أول من آمن به، وهو أول من صلى خلفه، وهو أول من آزر النبي، وهو الذي بات في فراش النبي وافتداه بنفسه صلى الله عليه وآله. إذن أي منزلة لك يا أمير المؤمنين؟ هذه المنزلة منزلتك عند النبي، يعني منزلتك عند الله تبارك وتعالى. والذي يريد أن يعزي بوفاة النبي عليه أن يعزي أقرب الناس إليه، وهذه عادة عند كل العالم، عند كل المسلمين، عندما يموت شخص ما أو يستشهد شخص، الناس تأتي وتعزي الأقرب، تعزي والده، تعزي أخاه إذا لم يكن له أب أو أخ، تعزي ابنه إذا لم يكن، تعزي أقاربه. فرسول الله صلى الله عليه وآله حري بنا جميعا، بل حري بكل المسلمين في العالم في هذه الذكرى أن يتوجه إلى أمير المؤمنين بالعزاء. نعزي علي بن أبي طالب عليه السلام ونقول له آجرك الله يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين.
أعظم الله لنا ولك الأجر يا أبا الحسن يا علي بذكرى استشهاد نبي الرحمة رسول الله صلى الله عليه وآله أبا القاسم أبا الزهراء. هذا اليوم يوم حزنت فيه الأرض، يوم حزنت فيه الملائكة، يوم حزنت فيه السماء، يوم حزين مر على كل المسلمين، على كل أهل المدينة في ذلك اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قبض مسموما شهيدا ذهب إلى ربه. رسول الله صلى الله عليه وآله كان عندما خيره جبرائيل في أن يبقى أو يطلب منه أنه البقاء أو المزيد من العمر، فسأله قال يا أخي يا جبرائيل وهل بعد ذلك موت وفناء؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذن لا ضير إن قبضت اليوم أو تأخرت إلى يعني هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا جدا، وكان سيد البشرية، وكان نبي الرحمة، وكان خاتم الأنبياء، وكان هو أقرب الأنبياء إلى الله تبارك وتعالى، ولو أراد الحياة لبقي ما إلى ما شاء، ولكن النبي صلى الله عليه وآله أعطى درس أيضا، أعطى درس للمسلمين بالرضا بقضاء الله تعالى. وهذه سنة الحياة، أنه لا يبقى أحد، لا يبقى أحد إلا ويغادر هذه الدنيا، ولكن هنيئا لمن يغادرها إلى الجنان، هنيئا لمن يغادرها إلى جوار ربه ومع رسول الله صلى الله عليه وآله، هنيئا لمن يغادرها إلى جوار أمير المؤمنين، هنيئا لمن يغادر هذه الدنيا إلى جوار سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن أحبتنا المشاهدين، كنا وإياكم في هذه التغطية من طريق يا حسين، يسمى هذا الطريق أيضا طريق يا حسين، كل الطرق تسمى باسم الحسين عليه السلام، من طريق يا حسين بين مدينة المناظرة ومدينة النجف وباتجاه أمير المؤمنين، كنا وإياكم في هذه التغطية المباشرة من قناة كربلاء الفضائية. دمع الوحي ينعاب ودعا فوا وينا رسول الله فوا وينا رسول الله يا رحمة السماء تجلى الكون ظمآنا بلا حب ولا عطف فأوحى الله للدنيا إليك سيد اللطف فكان المصطفى فيها ككهف فتيات الكهف وإن ضج الملا وصفا بحار الله لا تكفي رحيق المن والسلوى أرق من جنة المأوى يمشي سيد الأفلاك ينشر رحمة الخطوة أتى شمسا أبت يوما كسوفا أبى للخلق سلطانا رؤوفا وذا معنا رسول الله يا رحمة السماء محمد سما في ظلمة الجهل بنور الله ينور رسول العدل والسر حباه الله أسرار دنا في قاب قوسين وما قد كان أستارا وما للنفس إذ يدعو
لتحيا الناس أحرار زمزم رحمة الجبار عميد الكوكب الأطهار جبين الغيرة والناموس جوهر عالم الأسرار أمير الحب قندير البرايا صفير الموت في عصف السرايا عظيم الجاه رسول الله يا رحمة السماء محمد أتى بالحق مبعوثا تلا القرآن إعجازا فساوى العبد بالحر غدا للعدل إيجازا به قد أبصر الناس فكان الوعي إنجازا فمن عاداه خسران ومن أصغى له فازا نصير الفقر والأيتام حنين تارس الأيام نشر أعظم رسالة حب بشعاع أخلاق والإسلام غدا في القلب والقلب أجابا أبا الزهراء نفديك الرقابا فمن نهواه رسول الله يا رحمة السماء محمد بطه الخلق مقرون على التفسير والتأويل فذا القرآن بشراه كما التوراة والإنجيل تلاه آدم قربا قبيل الخلق والتنزيل عليه الله قد صلى وذاب بحبه جبريل قبل خلق القلم واللوح محمد سيد أهل الروح لخاموس وفي الأقبحر سرت باسمه سفينة نوح نبي صبره فقر رزايا وابكى موته حتى المنايا فلن ننساه رسول الله يا رحمة السماء ونورا كان في العرش بنور الله وهاجا فسبح واغتدى التسبيح للأملاك منهاج